القلب بجامعة الإسكندرية. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ حضرتك يا دكتور واحد من التشير بيرسون هنا في الكارديو اركس السنة دي، كنا عايزين نعرف الجديد اللي بيقدمه كارديو اركس السنة دي. والله كارديو اليكس يعتبر قصة نجاح متتالية، سنة عن سنة بيقدم لنا الجديد والابديتد في الاحدث دايما في طب القلب. بيقدم معلومات بتخدم المرضى وبتخدم شباب الاطباء. السنة دي طبعا كالعادة عندنا عدد كويس من الخبراء الاجانب اللي بيجوا لنا، والسنه دي هم مشاركين معانا في حالات كتير من الحالات اللي بتتعمل مباشر. العادي ان احنا بنقدم حالات دعامات وشغل القسطره، السنه دي احنا مقدمين تحديدا جديد في مجال كهربه القلب، مقدمين حالات للكي الرفافه الاذنيه المتناوبه، مقدمين حالات كي عن طريق الكرايو اللي هو الكي بالتبريد، هو يعتبر الاحدث في علاج الرفافه الاذنيه. بيخدم المريض لان هو بياخد وقت اقل، بيقلل تعرض العيان للمضاعفات الجانبيه بنجاح ازيد من المعتاد. وكذلك السنه دي احنا بنقدم حاله تركيب جهاز صدمات وجهاز ثلاثي لضعف عضله القلب وهبوط عضله القلب المفاجئ، بالتعاون برضه مع احد الخبراء الاجانب. كذلك المؤتمر على الجانب الاخر ليه جزء منه لخدمه المرضى. اخر يوم دايما عندنا في المؤتمر بيبقى عندنا اكتيفيتيز او نشاطات لخدمه المرضى، وعندنا نشاطات توعيه للمرضى والشباب الاطباء. الحقيقه كارديو اليكس بيقدم الكثير من المعلومات الطبيه اللي تعتبر تواكب الاحداث اللي بتحصل على مستوى العالم كله، بيحسسنا ان احنا مش متاخرين عن بقيه الدول. عندنا عدد كافي من الخبراء الاجانب، واللي بيثبت ان مصر دوله مستقره وبلد فيها امن وامان. ويا رب دايما كارديو اليكس يقدم لنا كل جديد ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. حضرتك شايف كارديو اليكس ازاي بيساهم في ارتفاع الاداء الطبي للدكاتره في مصر، وهل احنا مواكبين المؤتمرات الثانيه العالميه؟ الحقيقه احنا بنبقى حريصين على ان يبقى دايما معانا الخبراء الاجانب واساتذتنا، الناس اللي على طول بتحضر المؤتمرات الخارجيه، وهو ده دور كارديو اليكس في نقل الخبره الطبيه ونقل المعلومات الطبيه الحديثه من بره الى الداخل المصري، ونقل المعلومات الطبيه ديت للجيل الموجود من شباب اطباء القلب في مصر. وده بينعكس طبعا على الاداء بتاع الاطباء، لان حضرتك لما بتبقى عندك المعلومه الحديثه وبتشوف الممارسه الحديثه في الطبيه، ده بينعكس على اداء شباب الاطباء وبيرفع كفاءه الممارسه الطبيه في مصر، بحيث ان احنا نبقى نواكب اللي بيحصل بره وما نبقاش متاخرين. ميرسي جدا لحضرتك، شرفتنا. تحت امرك، شرفينا.